تفضلي يا خالتي. فوت عليا كانت ساعه تبقي عشان تاخدني. لا 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 خالته، انا بالك انت مش بتتفنى يا خالته. تبقي وبعدين؟ خالته. اوه طيب طيب هوريها لك كمان ساعه. يلا كمان ساعه يا خالتي، كمان ساعه يا خالتي. يا اهلا وسهلا يا دولة تاني. نورتينا يا دولة تاني. احنا صلى النبي والله. اه والله. ميرسي ميرسي ده بس من ذوقكم يا جماعه، اعذروني لو اتاخرت عليكم شويه معلش. والله ده انت حتى قلقتينا عليكي خالص يا دولة تاني. ان شاء الله يكون خير يا فندم. وسط البلد كان واقف خالص من المظاهرات، حاجه بقت تخنق. اه والله انا مش عارفه ايه حكايه المظاهرات اللي طالعينها فيها اليومين دول. ما بيسكتوش. انا يرحمك. سيادتك بتقولي فيها؟ الواد محمود خوى دماغنا طول اليوم في المظاهرات والاعتراضات، استغفر الله العظيم. بل لما يكون مفيش حد غيره هو اللي هيعرف يجيب حق البلد دي. ولاد اخر زمن. بس يا سليمان بيه لازم تحرص على الولد كويس وخد بالك منه لا يضيع منك. حرص يا فندم، بس ليه يعني؟ المهم نهايته صديق ابن اختي وصلني في الاخر عرفت اجيبه. صدقي اسم النبي حرص وصايم وكفو زي صدقي. أمال فين ليلى بنتكم؟ وحشاني موت البنت دي وبقالي زمان ما شفتهاش. موجودة طبعا يا حبيبتي موجودة. الحمد لله لك هانا. يا ليلى يا ليلى يا ليلى ما تخشي زي من جوه البيت. اسمع كلام انتوا كده مش هي دي الاصول اللي علمتيها
ولا جمالها ولا فستانها ولا ليلتها كانت زي البدر اللي
فين يا صفاء؟ صفاء؟ ما تخرجي بقى من اوضتك يا صفاء؟ صفاء؟ انت فين؟ صفاء؟ 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 صفاء؟